السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشرح للوليدات ديالنا التصاعدي والتنازلي، لان كما شفتوا الامتحانات اللي دازو نتاع الرياضيات، اي ام يعني ما تشوفش النقطه قد ما تركز على فين عند الطفل فين عنده النقص. بالنسبه للاطفال ديالنا عندهم نقص في التصاعدي والتنازلي، والطريقه باش فهموا تصاعديا وتنازليا هذه هي باش يعني دخلت لهم لراسهم بهذه الطريقه ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديوهات اللي كنحط، ونتمنى تكونوا استفدتوا منهم. غادي نبداو على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هنا ارتبوا الاعداد تصاعديا باستعمال الرمز المناسب. ورتبوا الأعداد تصاعدياً باستعمال الرمز المناسب. عندنا أكبر وأصغر تصاعدياً. كيفاش نفهم الطفل ديالي تصاعدياً؟ شنو كتعني تصاعدياً؟ يعني غادي نبدأ من الأصغر للأكبر. أنا درت الدرجات كما كتشوفوا معايا، درت الدرجات وفهمت الطفل ديالي بأن ما تصاعدياً. مثلاً أنا في الدرجة يعني في الأول الدروج عاد طالع، يعني انا فاش كنكون في الاول ديال الدروج عاد طالع تنبقى نحسب واحد اثنان ثلاثة، يعني عندي من الاصغر، يعني عندي من يعني ما غاديش نبدا من الاكبر، بالعدد مثلا خمسة غنبدا من واحد اثنان. تصاعديا شنو هي؟ تصاعديا هي من العدد الاصغر للاصغر ليه. وحنا غادي مثلا حنا عندنا اثنان واحد اربعة، غادي نديرو واحد اثنان أربعة ونديرو الرموز. دائما في التصاعديين كتكون عندنا مثلا واحد أصغر من اثنان، دائما عندنا في التصاعديين عندنا الرمز الأصغر، وفي التنازليين عندنا الرمز الأكبر. واحد أصغر من اثنان، اثنان أصغر من أربعة، اثنان أصغر من أربعة. كما قلت لكم تصاعديا نفهمهم بأن تصاعديا بحال عندي الدروج. مثلا أنا عندي خمسة درجات، عندي خمسة درجات وأنا غادية وتنطلع، غادية وتنطلع، يعني غنبقى ندير واحد اثنان أربعة. وعندنا تنازليا، دابا عندنا تنازليا كما كتشوفوا درت ليه تنازليا ودرت السهم. تصاعديا غادي نتنطلعوا، وتنازليا غادي نتنهبطوا. يعني تنازليا راني يعني في الدرجه الخامسه وغادي نهبط للدرجه الرابعه، وغادي نهبط للدرجه الثالثه، وغادي نهبط للدرجه الثانيه، ثم غادي نهبط للدرجه الاولى. هكذا تنازليا غادي يكون عندنا من الاكبر للاصغر، بحال رحنا الفوق وغاديين وتنهبطوا، غاديين وتنهبطوا. هاد كيما درت مع ولدي باش فهمهم، درت له هادي ديال الدروج، قلت له مثلا عندنا درجات او عندنا رفوف. يعني في التصاعدي غادي نمشيو كنكونوا تصاعديا، غادي نطلعوا تصاعديا، غادي نصعدوا يعني من واحد لاثنان ثلاثة لأربعة. وفي التنازلي غادي نكونوا الفوق وغادي نهبطوا تصاعديا من الاصغر لاكبر، وتنازليا من الاكبر لاصغر. يقدر انا فهمت له بهذه الطريقه في الاول من الاكبر لاصغر، ولكن ما فهمش كيما دابا. الحمد لله دابا فهم الدرس مزيان. تصاعديا درت له دوك الدروج او الرفوف، كنكونوا تصاعديا غاديين. عندنا مثلا عندنا دابا خاصهم يفهموا الدرس مزيان الناس اللي كاينين في الاولى ابتدائي، لان ديما دابا راه دازوا هذا الدرس، ولكن راه ما دازوش، غادي يكون عندهم مازال حصص اخرى، لان دابا عندهم مثلا من واحد الى عشرة كيديروا لهم من واحد حتى لتسعة، او دابا حيت عندهم اول حصه في التصاعد يعني كيعطيوهم دابا الحصه الاولى عطاوهم من واحد حتى لخمسة، وغيزيدو يعني يرجعوا له وغادي يعطيوهم يعني شحال ما زادوا في الارقام. دابا يقدر يكونوا عندهم من واحد حتى لعشرون، فاش ينتقلوا عاوتاني من عشرون الى أربعون غادي عاوتاني يزيدوا لهم، غادي يبقاو الاعداد غاديين وتيطلعوا. يعني اللي ما فاهمش الدرس
نفهموا لهم، ما نركزوش على النقاط، اي حاجه وليداتنا عندهم نقص فيها نركزوا عليها مزيان. كل نهار نعطيوهم تمرين في التصاعدي وفي التنازلي، ما عندهمش مشكل في الحساب، ما عندهمش مشكل في اسئله الاخرين، يعني اي حاجه كانت عندهم فيها ما فاهمينهاش مزيان ما نقولوش لا صافي الدرس داز خاصنا ندوزو، لا بالعكس خاصنا نفهموا وليداتنا مزيان. نتمنى الشرح نتاع اليوم يكون عجبكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. اللي عندها شي سؤال تخليه لي في الكومنتير، وان شاء الله اذا قدرت نجاوب عليه علاش لا. الطريقه التصاعدي والتنازلي هي هذه، تصاعديا كنكونوا من التحت وغادي نطلعوا، وتنازليا من الفوق وغادي نهبطوا. نتمنى تكونوا فهمتوا، وشكرا لكم بزاف.